تنساش. يا ناس يا ناس، ولد اسمه كريم وعنده 19 سنة، لابس قميص وبنطلون. ولدي ضاع، ضاع. أنا عارف إن ولدي ما هيضيعش، عارف إنه راجل، لكن إحنا من الصعيد وهو بيدرس في الجامعة هنا ما يعرفش أي حاجة، لا يعرف شوارع ولا يعرف حد. ولدي طيب وجدع وعصبي، عصبي، لكن ثلاثة بالله العظيم جدع، جدع. يا ناس يا ناس، ولد اسمه كريم وعنده 19 سنة، لابس قميص وبنطلون. يا ناس يا ناس، ولد اسمه كريم. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيا الصلاة، حيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت. يعني كريم مش عندكم؟ شكرا يا باشا، شكرا. ايوه ماهر، انا في الطريق، هكلمك بعدين يا ماهر، معاه مكالمه تانيه. ها قول لي. اهلا يا فندم، ازاي صحت معاليك؟ ود اختي يا باشا صغير. أكيد أكيد يا باشا، أكيد. شكرا شكرا معالي، شكريا. أنت لسه في التاني، فكري كويس. أنا مفكرة كويس يا دكتور، بس مش عايزة أفكرك بسرية الموقف. هنستنى حضرتك، ولد البلد الأزرق يعرف أي حاجة. نص ساعة والموضوع كله ينتهي. فعلا قريب ابو هيبه، نقتله. لو قتلناه هنخسر سلاح ابو هيبه. يعني ايه؟ يعني نطلب سلاح، مش ابو هيبه تاجر سلاح. لازم استاذن الرؤساء الاول. ست غنيمه، ست غنيمه. في ايه يا ام ابراهيم؟ هيبه به وصل. بجد بجد، ربنا يخلي لك ابراهيم يا رب. انا جايه يا موري، روح روحي علي، غير وجه. لسه ما حدش اتكلم، هنعملوا ايه؟ ده بقالي يومين. الو عندكم؟ اوعى حد يلمسه. سلاح؟ سلاح ايه؟ مفيش سلاح. الواد عندكم لو عاوزين تذبحوه اذبحوه، لكن سلاح لا. ولدي ولدي يا ابو هيبه،
اتفضلي يا بنتي اتفضلي. بتقول ايه يا ابو هبه؟ انا مش مصدق اللي بيحصل. هتسيبهم يقتلوا كريم؟ هتسيبهم يقتلوا ولدي؟ حرام، ده لسه شاب صغير يا ولاد. ما تديهم السلاح اللي هم عاوزينه، ما هم لقح في المخازن هنا وهناك. قول لجوزك يتلم يا زكية، محدش بيحب كريم كدي. ولدي يعني عليك يا ابني. ولدي ولدي يا ناس. كده برضو يا ابو هبة، اول ما احس ان الدنيا ضحكت لي، اول ما ارجع يبتدي الهم من تاني. ايه البيت من اولها كده هياخدك مني؟ باين يا ناهي حظك مش هيتغير، بس لا انا مش هسيبك، مش هخليك تضيع مني ابدا. كده يموت من قلة الأكل. سيبه ياكش يولع، المهم بيدينا السلاح. رفض يدينا السلاح، ما عندناش حل غير القتل. دكتور لو حصل لي أي حاجة كلم أمينة أختي. ماشي. أنت عندك سكر أو ضغط؟ لا. بتشرب خمور أو أي مخدرات؟ قلت لي اسمك ايه؟ انت مستني ليه؟ عايزه ما حقدرش اديهم السلاح يا صباح، ده وعد واخده على نفسي. هتسيبهم يقتلوها منصور؟ لو كان ممكن يقتلوني بداله كنت عملت كده. خد اختك يا كريمه واطلع بره، ما عاوز حد معايا خالص. ولدي ولدي يا غنيمه، خلي بالك المرة الجاية اللي جاد مش كويس عليها. بس انت فاهم غلط خالص. ما تنسيش الحقنة والأدوية اللي أنا كتبتها لك. شكينا. كويسة. أنا هوصلك. يا فندم.
طيب انا عندي حاجه ليك هتريحك. انت شايف ايه معاليك؟ ما تخافش يا ابو هيبه، ما تخافش، مش هيقتلوه. انا ما حد لهمش سلاح. وبعدين بقى ما هم لو اتصلوا النهارده يبقى خلاص اتحلت، هيطلبوا فلوس. فوق فوق فوق. طب اتشال على روحك. استنى كلوش. الو، حاضر حاضر. الحمد لله على السلامة حبيبي. تعال تعال كل معانا. طول عمرك شجيان يا سيد، حتى ما تجي مصر تشتغل. الزرع يود اللي وده، مالي بالعماير والشوارع؟ تعرف جوزك طول عمري بحب الزرع الأخضر، والزرع بيحبني. الزرع واخدك مني يا سيد، زي ما يكون ضرتي. ما عارفاش اعمل ايه، لا راضي تسيب البلد وتعجي تقعد معايا انا وكريم، ولا راضي تزورنا كل اسبوعين ثلاثه. انت عارفه جوزك يا صباح، عارفاني من يوم ما اتجوزنا، لا ليا دعوه ببيوتكم ولا بحب اقعد فيها. انت بتستحرم بيوتنا يا سيد؟ انا ليا صالح ببيتي وبس، مالي ومال غيري؟ ده انت ما بتدوقش لقمه في بيت اخوي. كل نفس وليها واكلها يا صباح. طب اقعد معانا هنا يا صباح. انا جيت عشان كريم. كريم زينها. طول عمرك حنين يا ابوي. ايه اللي جرى؟ سايبني ليه وقاعد في ارض عم امين؟ بارك انك بخير يا ولدي.
أنا كانك بخير، ابقى خد بالك من نفسك. أنا كويس يا أبوي، كويس. ابقى خد بالك من أمك، أمك غلبانة ومحتارة، عارفة تعيش في البلد ولا عارفة تعيش عيشة أخوها. حلها أنت يا أبوي، أقعد معانا ناخدوا شقة هنا ونعيشوا مع بعض. أسيب البلد وأقعد معاكم هنا عريان؟ ها؟ وأعمل إيه في الزحمة؟ أجري ورا الأوتوبيسات ولا عايز أسرح بطولة مشوي؟ أنا بزرع يا ولدي، بزرع، عايز أعمل إيه في الأرض؟ أسيبها تموت ولا أبيعها بيوت؟ يا أبوي خد أمك وروح، الجو برد. سيد، طب اقعد معانا يومين وبعدين روح. تعرف اخوك يا حكم ما بيحبش حد. انت مالك وماله؟ صباح لسه رغبان يا صباح؟ هو انا من غيرك اسوء حاجة يا سيد؟ هي الحكاية حكاية فلوس ولا ايه؟ كفاية انك ما مديتش يدك لاخواتي وخدت منيهم ولا قرش ابيض. هو انا انسى يوم ما خدتني شرطت عليهم انك فلاح وما هتتغيرش، ووضحت حالك وخيرتك. معلش يا صباح، معلش تعبتك معايا يا بنت الناس. عمرك ما تعبتني يا سيد، وعمرك ما مديت يدك علي، طول عمرك مأدب وتحب بيتك. انت نايم؟ ايه؟ ايه؟ اخوك طالع نازل وانت نايم يا راجل؟ ما تقوم وتفوق لي كده لا تتطين على راسنا. ما انت كنت ساكتة اديلك شهر، ولعت لما رجع اخوي. انت اللي هتولع فينا كلنا ببرودك اللي انت فيه ده. ما اعرفش انت جايبه منين. اخوك مركز يا حاكم، فاهم يعني ايه مركز ولا انت ايه؟ خد اقول لك يا زكية. نعم يا حاكم. اي حلاوتك يا حاكم. الله جميلة بنت الايه، هو السفر بيحل كده؟ ولا انت مصدقة ده الجواز؟ طب ما انا متجوزة مش حلوة ليه؟ لا اصل الجواز ده حسب، في جواز بيخلي الواحدة كده عاملة زي الكلوب، بتنور بتبرق بتطلعلي كده حاجة جميلة قوي، وفي جواز بيخلي الواحدة عاملة زي اللمبة السحاري مش عارفة شكلها عامل ازاي، وفي جواز مهبب زي لمبة الجاز بالظبط بتبقى الواحدة عاملة كده. ايه المسخرة دي؟ مش في شغل؟ انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت ما بتحرمش؟ اتفضل برا المستشفى. ممكن حضرتك تديني الموبايل دي واحده بس اتفرج على الصور وارجعهولك؟ لو عايز تتفرج على الصور تغدينا احنا الثلاثه وتديني 100 جنيه وكارت شحن. ماشي هديك كل حاجه بس هات الموبايل. ناوية بقى توافقي؟ اوافق على ايه بس؟ انت مجنون. سيبك من ابو هيبه ده، انا بحبك يا نانا. موافقه بقى تتجوزيني؟ اكشف عليك؟ يا ريت تكشفي. طبعا تكشفي. طيب
شوف بقى قلبك هيقول ايه. قلبي هيقول حاجات كتير قوي. قلبي هيقول بحبك قوي قوي. اديني بقى اسمع قلبك بيقول ايه هو كمان، عشان مهم قوي مهم قوي تسمعي كل حاجه. تسمعي القلب تسمعي العين. قلبي يا نهار اسود مريم. مش هقول لحد والله. يا جماعة الدكتور وليد يا جماعة عيب والله عيب. ده اتجنن رسمي. الدكتور مدير المستشفى دخل عليه لقاه الظهر لما شاف الصور جننته زيادة. فين يا بلد؟ احنا اهو، ما انت عارف اللي احنا فيه. ما عارفش اشتغل ولا اي رجل اعمال عارف يشتغل. السلاح في الشوارع يا بيه، جاي من ورانا ومن قدامنا ومن كل حته، وانا جاي في العربيه واحد بيعرض عليا كلاشينكوف يا معالي الوزير. وبكام؟ عارفين يا هيبة. لا كده تخوف، ما ينفعش كده، لازم يتفض الكلام ده ولا نقفلوها ونخلصوا. هتتوزن يا ابو هيبة هتتوزن، ما تخافش، البلد دي لا يمكن تقع. ما هنعتمدوش على كده. كريم والدختي مش الوحيد اللي اتخطف، طب احنا معانا ودفعنا له ونجيناه، غيره هيعمل ايه؟ حتى الاثارات يا باشا بتتسرق، اي حد دلوقت ملهوش اي لازمه بيفتح في الاثارات، والسماسره بقوا كتير جوه وبره، كده تبقى طبلت. امسك نفسك يا هيبه، امسك نفسك. لهو لازم كل واحد يعمل اللي عليه علشان البلد ينصلح حالها. الحكومة لوحدها ما تقدرش على ده كله، هي شيلة واحدة. الناس والحكومة لازم هم مع بعض يوقفوا ماسورة البوظان اللي طافحة دي. لا يا خلود، سامي قال لي. سامي؟ ايه يا سامي، قال انك جاتلك حمى، قلت اجي اشوفك. ايوه الحمد لله الحمد لله. اديكي بركت اهو من كتر الروحه والجايه. مالك انت ومال تفاصيل الفندق الصغيره يا خلود؟ انت بنت صاحب المكان، انت تقعدي معززه مكرمه. مرة تانية همنعك تطلع تباشر العمال والدوشة بتاعتكم دي. سامي قال لي انك وقفتي في الشمس لحد ما وجعتي. لو تعرف انا كسبت قد ايه في المشوار ده يا خلود ما توجعيش ابدا. انا كسبت كتير. حمة ايه بس يا خلود؟ قومي هيصي.
عمرك شفت حد بيقلد عمه في كل حاجة؟ بيلبس زيه ويمشي وراه في كل حتة رايح جاي، يستنى كلامه وإشاراته، ينام ويستنى الليل يعدي بسرعة قوي عشان يقابله تاني يوم يسمع ويتعلم منه. عمرك شفت حد كره أمه وأبوه وإخواته علشان خاطر عمه وما يطيقش يسمع العيب على عمه؟ وبرضه لسه بلبس زيه وبشوفه عايز ايه وساكن تحت رجليه مستني يفتح بابه، وعمي نفسه لا جوزني بنته ولا فاضي يسمع مشاكل ابن اخوه ولا حتى شايف ان انا عملت علشانه الجنون. عمي اللي احنا كلنا بصين لفوق راح اتجوز ممرضة متطلقة وعندها عيلة في الإعدادية، يعني بعد كده لا هيشوف حد ولا حد هيشوفه. ويا سلام لو بقت حامل، يا سلام. ماهر مش تبارك لي؟ تبارك لك على ايه؟ انا خطبت الاسبوع اللي جاي، تقول لي مبروك؟ مبروك. ايه يا عمي هتعمل فيا ايه تاني؟ سيبني واقف لا عارف ادخل ولا عارف اخرج، سيبني من غير ما افهم هعمل ايه، هتجوز صافي ولا هعمل ايه يا عمي؟ اول مره اشوف البيت كئيب كده، كان البيت هو انت يا هيبه. ماهر ينفع توصلني كلية النهاردة؟ كانك ما نمتيش، كنت بتذاكري ولا ايه؟ طب اقول لك حاجة، نفسي اركب الهارلي، حاسة ان انا مش عايزة اركب العربية. طيب انا هغير هدومي وجيلك. ماشي. اشوف حاجة حلوة ما اشتريلكيش، لو اقدر اشتريك الجنة من السنة كنت اشتريها لك، بس تبقي مبسوطة. حتى لو ما دفعتش الايجار مش هسيب الشقة دي، هي صحيح بتاخد مرتب كله بس مش مهم، كده ولا كده بتتقضى. بس ما تقلقيش حبيبتي، يومين ثلاثة بالكثير
وحاليا شغل المستشفى خاص ازود بيها دخلنا. انا اللي يمكن اعيشك في مستوى اقل من كده حتى لو حبسوني يا نيت. يلا بينا بقى. يلا روح قلبي. يلا بينا ننام.